رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نتحدث عن تمرين 9-4. أتمنى تشتركون بالقناة وتبعثون هذه الرابط هذه الفيديوهات لزملائكم، إن شاء الله يا رب تستفادون من عندها أكثر وأكثر. تمرين هذا المطلوب من عندك تحدد هل هذه الكلمات هي grammatical structure لو grammatical structure لو compound words. C يعني compound words، كلمات مركبة. هل هي كلمات مركبة أم هل هي كلمات grammatical structure؟ كلمة الأولى hard top، طبعا لأن متصلة، الكلمات المتصلة تكون أغلب كلمات المتصلة compound words، فأنا راح نقول عليها compound words، يعني اللي ما بيها فاصل بيناتها hard top، ماكو بيناتها فاصل، نعتبرها احنا يعني grammatical compound words. ثاني كلمة عندنا hard top منفصلة، كونها منفصلة فراح نقول عليها grammatical structure. عندنا كلمة Jack in the box، Jack in the box راح تكون عندك هذه كلمة مركبة compound words Jack in the box، يعني تتبع نظام compound words، ذني هذا النقاط اللي هذه النقطة اللي تتبع نظام compound words. Plan in the box هذه grammatical structure، راح تكون grammatical structure. النقطة الخامسة بيها نقطتين. هنا شلون نتميز بيناتهم؟ هنا من تلقى stress هذا الموضوع سهل. شوف هنا عندك stress يعني تشديد، من تكون عندك العلامتين الفارستين علوية بهذا الشكل هيك يكونن هيك متشابهات. شوف هسه هاي يعني هيك وكأنه دا يجمع عن الكلمة، هذا compound words. واللي تشوفها هذه شلون الثمانية صايرة صغيرة، شلون الثمانية وهيك صايرة فارزته، هذا grammatical structure. إذن هذه الأولى راح نقول عليها compound، والثانية راح نقول عليها grammatical structure. هاي النقاط موجودات يعني هن أصلا بالكتاب، تعتمد عليهن حتى تحل. عندنا رقم 6 He has a dog in the manager، هذا راح يكون compound words، كلمات مركبة. رقم 7 مثل ما ذكرت لكم المتباعدة تكون grammatical structure، والمتصلة تكون compound words، هذه متصلة الكلمة بدون فاصلة بيناتها، فراح نقول عليها grammatical structure، عفوا compound words، وهذه رقم 7 grammatical structure. عندنا رقم 9 father in law، يعني هذه هي كلمة father in law، هي اصلا compound words، يعني هي اصلا احنا ماخذينها مسبقا بان كلمة father in law هي compound words، موجودة بالاستيعاب، موجودة باكثر من مادة، فانت تحفظ انه father in law هي اصلا compound words. ولكن father in trouble، يعني father in trouble هذه grammatical structure، هذه grammatical structure، ليش؟ مو compound words، الكلمة compound words اللي هذا تحفظ، هذه تحفظها، هذه compound، هذه grammatical structure. زين، عندنا رقم 11 black mark، نفس الحالة، هذه كلمة black market، يعني رقم 11 هي كلمة مركبة black market، يعني احنا ماخذينها هي اصلا مسبقا بانه كلمة black market هي compound words، ولكن black completely lightness market فهذه كلمة مركبة، هذه كلمة grammatical structure، grammatical structure طلاب منو تحفظونه يعني، وهذه الستريس تشديد احنا ذكرنا لكم انه اللي تكون بهذه العلامتين، عفوا اللي تكون بهذه العلامتين بهذا الشكل هيك تكونون هيك، شوف ذكرت لك اياها، شوف هسه هذه رقم 13 راح تكون compound words، وهذه راح تكون grammatical structure، لان هنا التشديد يكون بهذا الشكل، هيك يكون grammatical، هذا grammatical structure.
هذا الفكرة مال هذا التمرين هو على الأغلب حفظ، وأنا أعطيتك الملاحظات اللي ممكن من خلالها تفهمها فهم، وبقية لازم تحفظها.